على القرب من الحدود التركية شمالية سوريا تقع مدينة عفرين، والتي تتميز بموارد كثيرة وثروات طبيعية، وتشتهر بأشجار الزيتون التي تغطي معظم المساحة الزراعية وتنتج زيتاً بجودة عالية تخطى صيته حدود سوريا إلى معظم الدول حول العالم. بعد تحرير منطقة عفرين من الإرهاب في إطار عملية غصن الزيتون، تتعمد بعض القنوات الإعلامية الإساءة إلى تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري وبث سمومها من خلال اختلاق أخبار بحقهم أو إخراج خبر معين عن سياقه وتحريفه في إطار الحرب الإعلامية المضللة ونشر الأخبار الزائفة. وفي هذا التقرير نسعى لدحض تلك الأكاذيب والإدعاءات وكشف الحقيقة. ومن الإدعاءات الكاذبة أن تركيا تجبر الفلاحين على بيع محاصيل الزيتون بأسعار زهيدة. والحقيقة أن غرفة الزراعة في منطقة غصن الزيتون تقوم بوضع الأسعار وفقاً للأسعار العالمية. أسعار الزيت تتراوح ما بين 28 دولار حتى 31 دولار للتنكة الواحدة حسب نسبة الأسيد. الزيت الزيتون أسعار حسب الطلب والعرض. الطلب إذا في طلب بيرتفع السعر، إذا في عرض مثلاً وما في طلب بينزل السعر حسب الطلب والعرض. وكل صنف كل نوع أسيد في له سعر، هاي السعر بيطلع من عند الجمعية كل أسبوع. بالنسبة لزيتنا 27 بعنا، 26 بعنا، 23 بعنا، ولا شوي زيت غلي أنا عبشيله 31 30 يعني حسب الأسيد. معني سعره عرض وطلب، يعني عرض فربي سعر زيت الدشكة وعرض كيبي سعر زيت الراضبة. كاسونات دسي قدينا نيسر بتحكم ناكل سعر عالمي وسعر خورندا مقبولة وتبع سعر نظامي دمشق. وتدعي منصات التضليل أن الفلاح يجبر على بيع محاصيل الزيتون لجهات معينة لتحصيل كسب أو نفع معين، في حين أن الفلاح في هذه المنطقة له حرية الاختيار، فمنهم من يبيعها لتجار محليين، ومنهم من يجد مصلحته ببيعها للمؤسسات التركية بملء إرادته بعد الاطلاع على الأسعار وتثمين بضاعته. يستطيع الفلاح أن يبيع الزيت لمن يشاء في المنطقة، فهناك تجار محليين كثيرين. يوجد تجار من منطقة زاز، يوجد تجار من محافظة إدلب، يوجد تجار من عفرين، من جديرس، من كل النواحي تجار كسر، ويستطيع الفلاح أن يبيع الزيت لمن يشاء بدون أي ضغط. المزارع وين بده بحق له بيأسد الزيت تبعه، عجب السعر ببيعه، ما عجبه بيروح بيشيل زيته بيروح لعند أي شخص تاني تاجر تاني، عجب السعر هذاك التاجر ببيعه له. يعني ما مجبور يبيعني أو يبيع لفلان وفلان، إجبار ما في، لا هو حر، عجب السعر ببيع، ما عجبه ما ببيع. نور وجوتوري لما قبازك الزيتي غدار دخي تجاري قنو السكيد دي أو زبين كي باروني غريب هو دي كاس سارت مزارع ضغط نوكي زيتي إلا بفلوني دي بفلوني دي. فلاح وتاجر كي مثلا ورا سعري خورنبا كونا بيدي مثلا سعر شركات رنبا ضد سعر دربو، مثلا تجارك دربو ورا مثلا كيف خوبنا بصدرنا دربو مثلا سعر خرمبا ضد كي يعني ورا ضدنا يعني. وتواصل القنوات الإعلامية المضللة نشر الأخبار المزيفة زاعمة بأن هناك جهات محددة تتعمد التأخير بدفع ثمن المحصول. وقد توجهنا بالسؤال للإخوة الفلاحين عن هذه النقطة ليؤكدوا لنا بأنهم يحصلون على ثمن المحصول الزراعي مباشرة بعد عملية البيع بحال تمت العملية بين المزارع والتاجر. وفي حال تم البيع للمؤسسات التركية فإن تسليم الثمن المستحق يتم عبر تحويل المبلغ عن طريق مراكز البي تي تي. إذا تمت عملية البيع للتاجر البيع نقدا فورا، يعني يستلم الفلاح ثمن الزيت من التاجر. أما إذا التاجر قام بتسليم الزيت إلى شركة التأمين الكريدي فيتم تسليم المبلغ خلال 3 أيام إلى 4 أيام عبر البي تي تي.
عملية الدفع المصاري بتصير مثلاً حسب في مثلاً كمية كبيرة ما بدنا ندفع نقدي، بتطول أسبوع 10 أيام، في كميات صغيرة بندفع نقدي مثلاً حسب الاتفاق. السنة الحمد لله كل 3-4 أيام في دفع. لا هسه الرمبي صار شركات الرمبي مع زيت ياسين ذكر حار ضرور وسيسيه باري تجارة دوني هسه الرمبي خوش بيوني باري زيزي شركات دو تجارة شركات ام تسليم ذكنا سيرو باري خو ام جي تسليم دوني. وتحاول هذه القنوات إشاعة البلبلة بين الأهالي بالادعاء أن الفصائل العسكرية تعمد على قطع أشجار الزيتون بشكل عشوائي في المنطقة، أما الحقيقة أن الأشجار لا يتم قطعها إلا إذا كانت غير منتجة أو تالفة وتستوجب القطع، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من غرفة الزراعة وبإشراف من مكتب الإرشاد الزراعي، وتبقى المشاهد خير دليل. حاليا بالوقت الحالي لا يوجد قطع أشجار الزيتون في المنطقة إلا عن طريق الزراعة، حيث يتم تقديم طلب من صاحب العلاقة الذي يريد قطع أشجاره إلى غرفة الزراعة، طلب خطي يتقدم به إلى غرفة الزراعة، تقوم إدارة غرفة بتحويل الطلب إلى المكتب المختص، مثلا جنديرس في جنديرس، عفرين في عفرين، شران في شران، معبطي إلى آخره، ومن ثم تقوم لجنة كشف من المكتب الزراعي برفقة الفلاح الذي يريد قطع أشجاره إلى الحقل المراد، ويتم الكشف على الأشجار بمرافقة رئيس مكتب الإرشاد الزراعي وبيان حالة الأشجار إذا كانت تستوجب القطع أم لا. فإذا كانت الأشجار تستوجب حالة القطع فيعطى موافقة رسمية وموافقة من غرفة الزراعة على قلع الأشجار بعد تحديد الأشجار المراد قلعها وعددها. أما إذا كانت الأشجار بحال جيدة ومنتجة ولا تحتاج إلى قطع فيرفض طلب الفلاح ولا يمكن قطع الأشجار. وطبعاً نحن غرفة زراعة قصة الزيتون متابعين هذا الأمر عن طريق الأخوة في الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وجميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على هذه الشجرة المباركة في المنطقة. ويبرز دور غرفة الزراعة في منطقة غصن الزيتون عبر تأمين حاجيات الفلاحين ودعم المشاريع في المنطقة لتغطية احتياجات المناطق المحررة من أنواع المنتجات المختلفة من الفاكهة والخضار والحبوب إلى جانب الزيتون وزيت الزيتون، وخفض أسعارها وضبط الاستغلال في السوق، الأمر الذي مكن العائلات ذات الدخل المتوسط من شراء المستلزمات بأسعار مناسبة. هنا في منطقة قصة الزيتون يتم تسويق المنتج عن طريقين، الطريق الأول وهو شركة التاري مقريدي التركية التي تقوم باستلام الزيت من التجار عبر يعني أو حسب لوائح الأسعار العالمية لزيت الزيتون. هذا النوع الأول من التسويق، هذا النوع من التسويق لا يستطيع إلا التجار. التجار المرخصين من غرفة زراعة منطقة قصن الزيتون فقط يستطيعون تسليم الزيت للشركة، وذلك من أجل عملية التنظيم وعدم وجود الفوضى يعني في الشركة. أما الصنف الآخر فهو أن يقوم الفلاح ببيع إنتاجه من الزيت إلى التجار، وهناك تجار محليين كثيرين يقوم بشراء الزيت من الفلاح من ثم تخزينه أو معالجته أو تكريره وتسويقه عن طريقه. يتم تسليم ثمن الزيت بالنسبة للأخوة الفلاحين عبر التجار نقدا يتم الدفع. أما عن طريق شركة التاري مقريدي فتكون شركة التاري مقريدي تدفع للتجار خلال 3 أيام أو 4 أيام عن طريق البيتيتي.